غدا سير لاي ريستو الخوت ما غاديش تلقى فين تجلس، سير لاي اوتيل ما غاديش تلقى فين تنعس، سير لاي باتيسري ما تلقاش الحلوه، الشرابات كلشي تيتقادى، اي حاجه الحشيش اي حاجه تتقادى في المغرب. واش شفتوا علاش يزيدوا علينا في الاسعار؟ هاتي شوفوا الشعب مروجه ولاد الجد، تيشوفوا الروينه نايضه والفلوس خارجه وكذا وكذا، وبنادم تيبكي في الفيسبوك وهذاك سميتو، وما داكشي اللي تيشوفوا راه ما باش بيديروا، واش بيتصنتوا لداكشي تيتقال؟ وما تيشوفوا الفلوس رايجه ولاد الجد، علاش تحتفل ولاد الجد؟ شنو الانجاز اللي درتي في 2023؟ دخلتي الدولارات، الشركات ديالك حققوا واحد الاسهم اللي مارك زوكربيرغ هو ايلون ماسك مريحين تيهضروا عليهم، اشنو درتي؟ علاش تحتفل شي حاجه الناس تيديروا شي حاجه وتحتفلوا من بعد حيت داروا داك الانجاز؟ تا ها جالسه ما كاين ما يدير نحتفل. بالنسبه للناس اللي عندهم طوموبيلات ورايجه الحركه شويه بيتي تسكر سكر مع راسك، بينك وبين الله ماشي انا العبد الضعيف اللي غادي نحاسبك نتايا، لا غير والله يرحم لكم الوالدين ما تهزش الطوموبيله ديالك. اه والو ما تهزهاش، سير في طاكسي، سير دير اللي يعجبك، ما تهزش الطوموبيل. لان هادي تقدر تسبب في شي كارثه اللي كبيره وانت سكران، يا اما غادير شي كسيده وتموت، ولا غادي تصدقات لشي واحد مسكين ما عنده حتى ذنب ناضي مع الصباح غادي بيترزق على الله على وليداتو، وبيتي تصدق انت ملاقي معاه شاحطو وبيتي تمدو في الوليدات، وهذه هي اللي ما بغيناش. البنات الله يرحم لكم الوالدين، الا كنتي دابا تتخططي بانك بغيتي تخرجي غدا وتتقولي لداركم غادي نمشي نبات مع بنت خالتي وباجي عندنا صاحبتي ونتفرجوا في دوزيم وكذا كذا، وتتخططوا انكم بغيتوا تخرجوا بالليل، راه تقدري تضيعي حياتك كامله بسبب نهار واحد. واش فهمتي؟ تقدر توقع لك اي حاجه، اي حاجه خايبه ديريها في دماغك غادي تقدر توقع. ما تنعرفوا نحتفلوا، ما تنعرفوا نزمروا،